السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم عن لاكريمال سيستم، علشان هنستخدم الشرح بتاع لاكريمال سيستم في ان احنا نعرف معنى حاجه مهمه اسمها ايبيفورا. اللاكريمال سيستم بتاع العين عباره عن جزئين، سيكريتوري بارت واكسكريتوري بارت. يعني ايه سيكريتوري بارت؟ يعني الجزء اللاكريمال جلاند اللي بتسكريت تيرز في عينينا، وفي برضو اكسسوري لاكريمال جلاند المفروض ان هي بتشارك في سكريشن بتاع التيرز. الاكسكريتوري بارت اللي هو بيعمل درينج للتيرز عن طريق اللاكريمال باسجز، يعني المفروض ان ان التيرز دي بيحصل لها سكريشن وبعدين درينج واكسكريشن، فعشان كده هو عباره عن جزئين، سكريتوري بارت واكسكريتوري، او بنقول عليه الدرينج بارت. الدرينج السكريتوري بارت او الجزء اللي هو بيعمل فورميشن تيرز، اول حاجه فيه واهم حاجه فيه المين لاكريمال جلاند. المين لاكريمال جلاند هنتكلم عن الاناتومي بتاعها. هي لاكريمال جلاند تعتبر لارج، موجوده في الابر اوتر بارت اوف ذا اوربت، عباره عن جزئين. لو بصينا في الصوره كده، في اوربيتال بارت وفي بالبيبرال بارت. الاوربيتال بارت هو الجزء الموجود جوه السوبيرو اوربيتال ورا السوبيرو اوربيتال وول. البالبيبرال بارت هو جزء اللاكريمال جلاند اللي موجود في الابر ليد. المفروض الجزئين دول متصلين ببعض، لكن بيفصل بينهم جزء من الليفيتور بالبيبري سوبيريوريز ماسل، يعني هما كانهم عاملين شكل يو مع بعض كده داخل ما بينهم الليفيتور بالبيبري سوبيريوريز ماسل. الجزء الاكبر اللي هو الاوربيتال بارت هو الابر تو ثيردز، بيبقى يعتبر السايز بتاعه زي سمول الموند كده، زي ليمونه صغيره. السايد بتاعه موجود في اللاكريمال الفصة اللي موجوده في السوبير اوربيت او ورا السوبير اوربيتال وون. الجلاند الاوربيتال بارت بتاع اللاكريمال جلاند بيطلع تقريبا 10 من 12 دكت بتمشي جواه، وبعدين تعدي تخش على البالبيبرال بارت ومنه على الابر فورنكس علشان يحصل السكريشن بتاع التيرز. الاوربيتال بارت بتاع اللاكريمال جلاند المفروض ان احنا مش بنحسه ولا بنشوفه الا لو كان فيه لاكريمال جلاند ماس او انفلاميشن، اللي هو اللي بيخلي الجزء ده يكبر لدرجه ان احنا نحسه من عند السوبي اوربيتال وون من بره. برضو البالبيبرال بارت ده اللي هو الجزء الاصغر، وده هو الموجود في الابر ليد، ده يمثل لور وان ثيرد من اللاكريمال جلاند. المفروض ان هو نورمالي لو قلنا العيان كده بص داون وميديا لناحيه مناخيرك، لو قلنا بص ناحيه مناخيرك ورفعنا الابر ليد ممكن نشوف البالبيبرال بارت بتاع اللاكريمال جلاند. البالبيبرال بارت زي ما قلنا هو الجزء الفيزيبل، لكن الاوربيتال بارت نفر ان احنا نشوفه في النورمال بيبيليشن، يعني زي ما هو في الصورة هنا كده، رافع الابر ليد ابر ولاترالي والعيان بيبص داون وان عشان نشوف البالبيبرال بارت بتاع اللاكريمال جلاند. الاكسسوري لاكريمال جلاند اللي بتساعد في السكريشن بتاع التيرز حاجة اسمها كراوس جلاند، حاجة اسمها وولفرين جلاند، و other secretory glands زي الميبوميان جلاند الموجودة في الأبر واللور تارسس، دي أكيد أخدتوها في الليد. الزايس جلاند موجودة في الليد مارجن. الجوبلت سيلز بتاعت الكونجنكتيفا دي كلها حاجات بتساعد في السكريشن بتاع التيرز. لما هناخد البريكورنيال تير فيلم السكريشن بتاعه عبارة عن ايه والمكونات بتاعته عبارة عن ايه، هنلاقي كل الجلاندز دي بتساهم في الجزء ده من البريكورنيال تير فيلم. يعني مش بس لاكريمال جلاند، في اكسسوري وفي اذر سكريتوري جلاند. السكريتوري بارت بتاع اللاكريمال سيستم زي ما احنا شايفين كده في الصوره، الصوره موضحه جدا. الاوربيتال بارت بتاع اللاكريمال جلاند اوربيتال لوب، وبعد كده البالبيبرال لوب اوف ذا لاكريمال جلاند فاصل بينهم الليفيتور بالبيبري سوبيريوريز ماسل، وبعدين في جلاند وولفرين جلاند سمول جلاند اوف زايس دي موجوده في ال ريليتد للاي لاشز، والمايبوميان جلاند هي اللي عامله الكريبت دي في الابر تارسس. النيرف سبلاي بتاع اللاكريمال جلاند، النيرف سبلاي بتاع اللاكريمال جلاند عباره عن سمباثيتك وبارا سمباثيتك وسنسوري سبلاي.
مهم النيرف سبلاي بتاع اللاكريمال جلاند، يعني انيوميريشن كده، لازم نعرف ان بيجي لها لاكريمال نيرف، وده جزء من الاوفثالميك نيرف، يعتبر السمولست برانش بتاعه. الليمفاتيك درينج بيروح على الحاجة القريبة من الابر لاترال اوربت اللي هي البري اوريكال لينف نود. بعد كده بنتكلم عن جزء مهم جدا اللي هو الدرينج بارت بتاع اللاكريمال سيستم، السكريشن البريكورنيال تير فيم لما بيحصله سكريشن بعد كده بيروح فين؟ ما احنا بنلاقيش لير من التيرز قدام عينينا، بيحصل لها درينج. الدرينج بارت عبارة عن لاكريمال بانكتاي، لاكريمال كاناليكولاي، بعدين لاكريمال ساك، ونيزو لاكريمال دكت زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. لاكريمال بانكتاي ان هي البوينتنج اللي فاتح في الابر واللور ليد، الكاناليكولاي البوينت الكنال اللي طالع من لاكريمال بانكتاي وراح على الجزء بتاع اللاكريمال ساك، وبعدين لاكريمال ساك اللي هو الجزء المنفوخ قوي من السكريتوري من الاكسكريتوري بورت، وبعدين بتضيق قوي بتضيق لغايه ما تعمل النيزو لاكريمال دكت اللي هي هدرينج التيرز في النوز. لما نتكلم عن كل جزء منهم، اللاكريمال بانكتاي دي موجوده على البوستيرو بوردر بتاع الايليد، يعني تخيلنا الايليد ده رف كده، وان كان سمكه يعني مش كبير، هنلاقي ان الاكريمال بانكتاي موجود على البوستيرو بوردر بتاعه علشان تبقى ان كونتينيويشن مع البريكورنيال تير فيلم على طول. المفروض ان احنا بنشوفها اونلي لو عملنا سلايتلي ايفرجن كده الميديال بارت اوف الابر ليد او اللور ليد، هنلاقي اللاكريمال بانكتاي باين. بالنسبه للاكريمال كاناليكولاي، اللاكريمال كاناليكولاي دي الكنالز اللي طالعه من اللاكريمال بانكتاي راح للستيك، في جزء منها فيرتيكال وده الاصغر، وفي جزء منها هوريزونتال بيبقى تقريبا طوله من 6 ل 8 مللي، والاثنين بيفتحوا في كومن داكت ويخشوا على اللاكريمال ساك زي ما باين في الصوره هنا. الاثنين اللاكريمال كاناليكولاي اتحدوا مع بعض وعملوا كومن داكت، وبعدين دخلت الكومن داكت على اللاكريمال ساك. اللاكريمال ساك هي اللي موجودة جوه اللاكريمال الفصة، ودي اللي بتجمع فيها أكبر كمية من التيرز، طولها تقريبا 10 ملي لونج، موجودة في عبارة عن جزئين، فاندس اللي هو الأبر بارت بتاع الساك، وبعد كده اللور اند بتاعتها بتودي على النيزو لاكريمال دكت، بيعدي قدامها ميديال بالبيبرال ليجامنت، والمفروض ميديال ليها موجود الاسمويدال ايرسلز والميدل تربنت بتاعة النوز. الاناتومي ريليشنز تعتبر مهمة خصوصا في الام سي كيو، يعني لاكريمال ساك لما بنيجي نفتح كده من اول السكين بنلاقي قدامها ليجامنت عضلي قوي كده اسمه الميديال بالبيبرال ليجامنت، ولو بصينا ميديال ليها هنلاقي النوز زي ما هو باين في الرسمة اللي هنا دي كده، ميديال للاكريمال ساك هنلاقي النوز تحديدا الميدل تربنت بتاعة النوز. والاسمويدال ايرسنس النيزو لاكريمال دكت لاخر جزء من الدرينج سيستم، وده بيبقى عبارة عن كانال طولها تقريبا برضو من 12 ل 16 ملي، الدايركشن بتاعها مهم جدا، داونورد باكورد اند لاترالي، داونورد وباكورد ولاترالي. بتفتح فين؟ تفتح في الانفيرو ميتس بتاعة النوز، في اللاترال بتاع النوز، في الانفيرو ميتس بنلاقيها موجودة علشان تعمل درينج للتيرز، وبتبقى جاردت بحاجة اسمها الهاسنر فالف. الهاسنر فالف ده زي صمام كده موجود في اخر النيزو لاكريمال دكت ومش باين هنا في الرسمة، الصمام ده بيمنع الباك فلو بتاع التيرز ان التيرز ما ترجعش من النوز ترجع تدخل في الاي، لا هي طريقها واحد من فوق لتحت. في حاجات تانية بتساعد التير درينج، البوستيو بوردر بتاع الليد بيبقى شارب، عامل حاجة اسمها كابيلاري اتراكشن، خاصية معينة كده عشان توصل التيرز جوه البنكتاي. تاني جزء مهم في الدرينج الحاجة اللي اسمها لاكريمال بارت في اوربيكولاريس اوكيولاي ماسل. الاوربيكولاريس اوكيولاي ده جزء، دي عضلة مهمة جدا بتبقى محوطة العين من بره ومحوطة اللاكريمال ساك، وفي جزء منها حوالين البنكتاي. العضلة دي مهمة جدا، انقباضها مهم جدا علشان تزق التيرز جوه اللاكريمال ساك على النيزو لاكريمال دكت. الليمفاتيك درينج بتاع اللاكريمال سيستم ده حاجة موجودة ميديالي، ميديالي على طول هروح على السب مانديبولا لينف نود.
لكن لو لاترالي زي اللاكريمال جلاند يبقى هنروح على البري اوريكولا ليمف نودز. دلوقتي هنتكلم على البري اوريكولار تير فيلم. تير فيلم ده عبارة عن ايه؟ هو مش بس عبارة عن ايكوس بارت اللي هو الفلويدي بارت، هو فيه كمان ليبيد لاير وبعدها الايكوس لاير وبعدها الميوسين لاير وبعدها توصل للكورنيا اللي هي الكورنيا الابيثيليوم. التلاتة لايرز دي بيبقوا سكريتد من مش بس من لاكريمال جلاند. الاوتر اويلي اللي هي الليبيد لاير دي طالعه من المايبوميان والزايس جلاند، ودي وظيفتها انها بتمنع الرابيد ايفابوريشن اوف التيرز وبتمنع الاوفر فلو بتاع التيرز فروم الايليد. زي ما احنا عارفين زي اي ليبيد او اويلي لاير بتمنع ان يحصل ايفابوريشن للايكوس لاير اللي تحتها بسرعه، ما يحصلش دراينس في العين، واي مشكله بتحصل في اللاير دي على طول العيان بتلاقيه بيجي جاي يشتكي من دراينس. طيب بالنسبه للميدل ووتري لاير اللي هي الايكوس لاير، ودي تمثل المين بالك اللي هي لونها ازرق في الرسمه من التير فيلم، ودي اللي بتبقى طالعه من المين والاكسسوري لاكريمال جلاند. دي وظيفتها ايه؟ مهم جدا نعرف وظيفه كل واحده، انها بتسبلاي اكسجين وميتابولايتس للكورنيا الابيثيليوم، بتعمل ووش اواي لاي ديبرس او بكتيريا، انها بيبقى فيها اميونوجلوبولين لايزوزايمز بكتيريوستاتيك، بتعمل ديفنس اجينست البكتيريا الانفيشن. طيب بالنسبه للانر ميوسين لاير، يبقى ليبيد وبعدين ايكوس وبعدين ميوسين. الانر ميوسين لاير تبقى طالعه من الجوبل سيلز اوف كونجنكتيفا، بقى موجود فيها ميوكوبولي ساكرايدز. ايه وظيفه الانر ميوسين لاير؟ انها بتربط التير فيلم مع الكورنيا، انها ما تخليش التير فيلم يزحلق ويقع من على الكورنيا. الدرينج بتاع التيرز، الدرينج بتاع التيرز بيبقى من طريقين، ايفابوريشن اللي هو التبخر العادي، وده يمثل من 20 لـ50% اثناء الدي اورز، وتاني حاجة الدرينج سيستم اللي احنا عمالين نحكي عليه اللي هو يمثل 50-75% من الويكينج اورز وكل الديورينج سليب، لان ديورينج سليب انت قافل عينيك اكيد مش هيحصل ايفابوريشن. اللي هو ايه الكوندكشن بتاع النوز؟ اللي هو الاكسكريتوري سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه، البانكتاي وبعدين الكاناليكولاي وبعدين تير بامب ميكانيزم، بتدخل تخلي التيرز تدخل على اللاكريمال ساك وبعدين تنقبض اللاكريمال ساك عن طريق الاوربيكولاريس اكيولاي الملفوفة حواليها وتنزلها في النيزو لاكريمال داكت زي ما هو واضح. زيروزيس او زيروفسالميا اللي هو ما يسمى بيه الدراي اي، ده بقى باثولوجي. احنا اتكلمنا عن اناتومي، ما يتكلم لو حصل مشكله ايه اللي هيحصل. زيروزيس او زيروفسالميا اللي هو دراي اي عباره عن دراينس ممكن يحس بيه العيان كونجنكتيفا او في الكورنيا بسبب الانستابل تير فيلم. التير فيلم اللي احنا عمالين نحكي عليه مش ستيبل على العين، سواء الليبيد لاير فيها مشكله، الايكوس لاير فيها مشكله، الميوسين لاير فيها ديزيز، اي لاير من دي الجلانس اللي بتفرزها بتكون فيها مشكله بيعاني العيان من دراي اي. السبب زي ما احنا قلنا في اللاكريمال او الاكسسوري لاكريمال جلاند او جوبلت سيل ديستروي لاي سبب، زي مين؟ زي ان يحصل سيكاتريزيشن في كونجنكتيفا، او سيكاتريزيشن او فايبروزس بيبقى سببه امراض معينه زي التراكوما، الدفتيريا، البيرن كيميكال او فيزيكال بيرن، بعد كده اكسبوجر للكونجنكتيفا. يعني ايه؟ العيان ده ما بيقدرش يقفل عينيه طول النهار، عينيه مفتوحه ليه؟ عنده مثلا فيشيال نيرف بولسي، عنده مشكله عامله له لاجو في الصلموس او اكزو في الصلموس زي الثايرويد اي ديزيز، عينيه على طول طالعه لبره، كونجنكتيفا على طول اكسبوزد، تيرز عماله تتبخر ازيد من الطبيعي، فده بيخلي الموضوع بالنسبه له بيدخل في مراحل من الدراي اي. ممكن حاجات جنرال تسبب دراي اي، الفيتامين اي ديفيشنسي، الكرياتو كونجنكتيفايت سكه، دي امراض سيستميك بتعمل دراينس للسكريشنز. الكرياتو كونجنكتيفايت سكه بيعمل دراينس لكل السكريشن بتاعه الاي بتاعه الماوس بتاعه البرونكاي، بيعمل فالفو فاجينايس بسبب دراينس السكريشن بتاع الفاجينا، دراينس السكريشن بتاعه الجوينتس حتى، فبيعمل بولي ارثرايتس. المهم ان الكورنيا كونجنكتيفا بيدخلوا في نفس الدايره. فيتامين ايه مهم جدا علشان الكورنيا الابيثيليوم وعلشان الميوسين لاير، عشان كده العيانين بيعانوا من فيتامين ايه ديفيشنسي عاده برضو بيحصل ويدخلوا في مراحل من الدراي اي. العيان ده بيحس بايه؟ بيحس بإريتيشن، فروم بودي سنسيشن، بيحس ان عينه بتزغلل، بيحس ان هو عينه بتدمع رغم ان عنده دراينس،
حتى بيستغرب لما بنقول له انت عندك جفاف، بيقول انا عندي دموع كتير. ما هو مش طبيعي ان يحصل اوفر فلو من التيرز على التشيك كده، لا المفروض انها بتبقى ثابته والعيان ما يحسش بدموع نازله. لو عيان متعود يلبس كونتاكت لينس هتحس ان هو بيجي جاي يقول لك انا ما عنديش طايق الكونتاكت، ما عنديش مستحملها، في حاجه غلط. طيب لما هنيجي نفحصه هنلاقي ايه؟ الكونجنكتيفا نفسها هنلاقي فيها دراينس، رينكلينج، في لمعة كده بتبقى باينة على الستيت لامب هنلاقيها راحت. في حاجة اسمها بيتوس بوتس بتظهر بالذات مع الفيتامين اي ديفيشنسي ومع السيفير كيسز، انك تلاقي وايت باتشز كده عند موجودة شبه البيز بتاع التراينجل ولو بيز البيز بتاعته ناحية الليمبس، موجودة في التيمبورال بارت دايما بتاع الكونجنكتيفا. ودي بيقولوا انها بتبقى عبارة عن جاز برودكشن باي الكوراين بكتيريوم زيروزس في حالات الدراينس، بيبقى حاجة زي الصابون كده، حاجة فومي بتلاقيها على الكونجنكتيفا تمبرال ليمبس، ايفن بتلاقي منها على الليد مارجن وفي الانجل بتاعة العين اللاترال كانس. طب بالنسبة للكورنيا زيروزس، كورنيا زيروزس هو الأخطر لأنه ممكن يؤدي الكورنيا الألسر، ودي مأساة. أول حاجة هيبدأ اللاستر بتاع الكورنيا، اللمعة اللي انت بتشوفها دي تروح، هتلاقي بانكتة ابيثيليال ايروجنز، يعني لما تيجي تصبغ بفلوريسين ستين كده تلاقي نقط مخدرة على الكونجنكتيفا، نقط مالية الكورنيا قصدي، وتلاقي فيلامنتس او فيلامنتس اوف ميوكاس ترانس على الكورنيا. الصور دي موضحة البيتوس بوتس زي ما احنا شايفين كده، حاجة فومي وايت موجودة على الكونجنكتيفا تمبورال نيمبس، موضحة الكونجنكتيفا زيروزس وازاي الكونجنكتيفا رينكلد، موضحة الكورنيان زيروزس. ايه علاج الزيروزس؟ علاج الزيروزس حاجات كده زي ما بتقول ايه، سيمتوماتيك تريتمنت، ان احنا نعالج الاعراض، لو قدرنا نعالج السبب يبقى كويس جدا. بندي العيان فريكوينت تير سبستيتيوت، بنقول له البس دايما نظارة شمس عشان نحاول نقلل الايفابوريشن، بيتوس بوتس ممكن نعمل لها سكرابينج. لازم نعالج السبب علشان ما نبقاش بنعالج الأعراض بس، لازم نعالج السبب علشان even في persistent cases بيقولك بنقفل البنكتاي، البنكتاي اللي هي بتاخد التيرز توصلها لك المساج دي بنقفلها. طيب دلوقتي زي ما قلنا كده واحنا بنتكلم على اللاكريمال جلاند، مش طبيعي ان انا احس ان في سويلينج في الابر لاتر بارت بتاع الاوربت بايدي او اشوفه بعيني. الاوربيتال بارت بتاع اللاكريمال جلاند نوت سي نوت بالبابل. طب دلوقتي عيان جاي لي بحاله فيها سويلينج في الابر اوتر انتير بارت بتاع الاوربت، هتعامل معاه ازاي؟ بساله عن السيمتومز، بساله السويلينج ده بينفول ولا بينلس، بيوجعك ولا مش بيوجعك، اونست كورس ديوريشن زي اي سيمتوماتولوجي، يعني بادئ بسرعه ولا بقالك وقت طويل كده، الموضوع بقاله قد ايه، من ساعه الولاده ولا لسه جديد، هل في معاه اي جنرال سيمتوم سواء صداع، سخونيه، مليز. ابدا انا افحص العيان، ابص عليه على الجهاز اشوف السكين ده اللي فوق الماس او السويلنج ده لونه ايه، اشوف في اس شيب ديفورميتي في الابر ايليد، دي حاجه مميزه قوي هنقول عليها في اللاكيمال جلاند ماس، هنشوف هل الجفن واقع بسبب الماس دي، السويلنج ضاغط على الابر ليد لدرجه العيان عنده ميكانيكال توزس، هل السايز بتاع السويلنج ده من كتر ما هو كبير ضاغط على الاوربت فعامل من الابر لاترال بارت فعامل ديسبليسمنت بتاع الجلوب داون ان، هل في فعلا ديسبليسمنت بتاع الجلوب. ابدا بايدي بعد الانسبكشن بالبيشن واحس الماس، هل هي نورمال هل هي هوت، احدد البوستير بوردر بتاعها ولا انا مش قادر اوصل للبوستير بوردر بتاعها واضطر اعمل العيان سي تي عشان اتاكد الماس دي واصله لغايه فين، اضغط اشوف في تندرنس في وجع ولا لا، احس الليمف نودز اللي هي بري اوريكو الليمف نودز ريليتد للموضوع ده، هل هي انلارجد وتندر وده بيمشي مع الانفكشن او الانفلاميشن اكتر. بعد كده بيتكلم النورمال لمين لاكريمال جلاند، مش المفروض ان انا احسها ولا اشوفها بايدي، احسها بايدي ولا اشوفها بعيني، لو لقيت سويلنج يبقى كده انا هشك في حاجه انفلاماتوري او كانسرس. فهماتوري زي الأكيوت داكري أدنايتس، كرونيك داكري أدنايتس، أو تيومرز بقى في اللاكريمال جلاند، أو حاجة اسمها external angular dermoid، دي ماس بتبقى موجودة في نفس المكان لكن ملهاش علاقة باللاكريمال جلاند،
موجودة في نفس المكان وبتلخبطنا معاها. بس هتنفحص فحص كويس والسي تي هيبين لك انها حاجة اسمها external angular dermoid مش lacrimal gland. ايه الاكيوت داكري ادنايتس؟ دي اكيوت انفلاميشن في lacrimal gland. هنلاقي معاه ممكن اسبابه مامس انفلونزا ميزلز، ممكن اكستنشن من انفكشن موجود في الاوربت او الكونجنتايفا او الايليد دخل على اللاكريمال جلان. العيان بيبقى عنده بين وسويلينج وريدنس، بيبقى رابد اونست شورت ديوريشن زي اي انفلاميشن. ممكن نلاقي معاه جنرال سيمتومز، نلاقي هيديك، نلاقي فيفر، نلاقي ماليز زي ما هو موجود في الصوره كده. ممكن ايفن يعمل ديسبيسمنت للجلوب من كتر ما هو ضاغط على من الاوربت والابر ليد. السويلنج ده موجود في اللاكريمال جلاند في الابر اوتر انتير بورت، وبيبقى زي ما قلنا نحس سكين فوقه، نلاقي هوت وريد، ونلاقي الليمفادينوباسي معاه. العلاج انتي بايوتكس زي اي انفلاميشن سيستميك وتوبيكال انتي بايوتيك. نقول للام تحط الطفل ده هوت فومنتيشن او وارم فومنتيشن، ندي له بروفين كانالجيزيك. ناخد بالنا لو حصل ابسس فورميشن، طبعا بتبقى مرحله متقدمه قوي، لو فعلا في ابسس هتكون نتيجه الانفلاميشن ده لازم نعمل له درينج اما عن طريق السكين او عن طريق الكونجنكتيفا. الكرونيك داكري انايز ده كرونيك انفلاميشن في لاكريمال جلاند، ممكن يبقى اسبابه تي بي او ساركيدوزس او تراكوما، ممكن يبقى لونج ستاندنج اكيوت انفكشن قلب كرونيك انفكشن. مش هنلاقي بين، مش هنلاقي تندرنس، مش هنلاقي السكين فوقه ريد ولا هوت ولا الكلام ده. كل اللي هنلاقيه سويلنج موجود في الابر اوتر انتيو بورد بتاع الاوربت زي صورة العيان ده كده، وهنلاقي السويلنج ده كمان باين فيه السي تي، ويمكن نلاقي الليمف نود انلارجد. العلاج وعلاج الكوز سواء ساركيدوزس نيو سيستميك ستيرويد. لو سويلنج مخفش خلال اسبوعين هضطر اخد لاكريمال جلاند بايوبسي اشوفه فعلا انفلاميشن ولا ده تيومر وكانسر موجود في الجلاند. ممكن اضطر بعد كده لو الميديكال تريتمنت فيلد ان انا اشيل اللاكريمال جلاند خالص واعمل داكري ادنكتومي. التيومر بتاعت اللاكريمال جلاند تشخيص اساسي ليها هيستوباثولوجي، ان انا اخد سامبل من الماس اللي قدامي خصوصا لو انفلاميشن ما بيخفش بالعلاج. الاكسترنال انجولار درمويد اللي احنا قلنا ملهاش علاقه باللاكريمال ساك، بتبقى زي سيست كده موجوده في اللاترال بورت، وبتبقى موجوده سنس بيرس او بتبدا تظهر شورتلي افتر بيرس، وبرده ما بتعملش اي سيمتومز ولا ساينز انفلاميشن. مهما ضغطت عليها مش هيحس العيان باي بين زي ما هي في الصوره كده. مش اتشد لاي ستراكشرز تحتها، ممكن احس بالتيوب بوردر بتاعها بسهوله، احركها الاقيها بتتحرك تحت ايدي، ودي بنعمل لها اكسجين عادي. طيب لو السويلنج اللي انا بتكلم عليه ده لقيته موجود عند الميديال بيلو الميديال بالبيبرال ليجامنت، دي منطقه بتاعه اللاكريمال ساك مش اللاكريمال جلاند بقى، اللاكريمال ساك. نفس الكلام بسأل عن السيمتومز، بشوف الساينز وافحص العيان. السيمتومز بسأل العيان الماس الموجوده عند الميديال بارت ده بتوجعك ولا لا، هل في دموع، هل في جفاف، بقالها قد ايه، هل هي بدأت سلولي ولا رابدلي، هل معاها جنرال سيمتومز هيديك او فيفر او ماليز او الكلام ده. تاني حاجة بنبص على الساينس انسبكشن بالبيشن، انسبكشن نشوف السكين فوقها ريد وهوت ولا لا، نشوف السويلنج ده برضو هيد هوت ولا نورمال. لو احنا بنحسه بيبقى تندا وانا بضغط على عين العيان، بعمل حاجة مهمة جدا اسمها ريجيرجيتيشن تيست. ريجيرجيتيشن تيست بوزيتيف او نيجاتيف الليمفادينوباسي، بس اشوف هل في ليمف نودز كبيره، سبمانديبال ليمف نودز كبيره معايا ولا لا. الريجرجيتيشن تيست هنشوفه في كرونيك داكريوستايتس، بضغط كده ميديالي وداونورد وابورد، هنلاقي ان اللي بيحصل ريجرجيتيشن ليه الباص الموجود في اللاكريمال ساك من البنكتاي، بيمشي العكس ويطلع من البنكتاي. هنتكلم عليه. هنتكلم اول حاجه عن الانفلاميشن، ايه الاسباب اللي تعمل سويلنج في الحته دي، يا اما اكيوت او كرونيك داكريوستايتس. اكيوت داكريوستايتس بيبقى اكيوت انفلاميشن في اللاكريمال ساك، ممكن يبقى سببه كونجينيتال او اكوايرد، حصل ستيزس استينوزس في النيزو لاكريمال داكت، حصل ستيزس لستيرز، وحصل سكندري باكتيريا انفكشن. لا اللاكريمال ساك بقت انفلامد واتملت بالانفكشن بسبب نيوموكوكاي او ستافيوكوكاي او ستريبتوكوكاي. العيان ده بيبقى عنده فيري بينفول سويلينج تحت الانر انجل بتاعه العين، ما بيستحملش ان انت تضغط عليه اصلا، دموعه كتير، عنده فيفر وهيديك وماليز، نلاقي السكين فوق ريد وهوت. هنلاقي ريجرجيتيشن تيست، وان كان يفضل ان احنا ما نعملهوش نيجاتيف، يعني ما هنضغط كده تحت على اللاكريمال ساك مش هيحصل ريجرجيتيشن للبص.
وطبعا زي اي acute inflammation بيبقى معاه enlarged lymph node. ده منظر الليفت لاكريمال ليفت اكيوت داكريوستاتيس ميس، زي ما انتم شايفين هيبقى سويلنج بينفول جدا العيان، ايفن ممكن يفتح على سكين من بره ويعمل صوره زي الصوره التانية دي اللي هي ليفت لاكريمال فيستولا. كمان ممكن يعمل لاكريمال ابسس ونضطر نعمل له درينج زي ما هو مكتوب في الكومبليكيشن هنا، لاكريمال ابسس وفيستولا تحت الميديال بالبيبر ليجامنت. الاسوأ بقى انه يدخل في مرحله الاوربيتال سيولايتس كافيرنس ساينس ثرومبوزس. العلاج، العلاج ورم كومبريسز، ان انا ادي العيان سيستميك انتي بايوتيك قويه جدا، نون سترويد انتي انفلاماتوري دراج، لو في ابسس الكاون فيعمل هعمل له انسيجن ودرينج. لو الانفكشن بعد كده قلب كرونيك انفكشن او بعد ما يخف الاكيوت انفكشن خصوصا في حالات الفيستولا لازم اعمل دي سي ار اللي احنا العمليه اللي هنتكلم عليها مع الكرونيك داكريستايتس. الكرونيك داكوستايتس اكتر قلنا بنشوفه في الادلت. كرونيك انفلاميشن بيحصل في اللاكريمال ساك، برضو اوبستراكشن بيعمل اكيوميليشن تيرز في اللاكريمال باسجز، تيجي عليها انفكشن ومايكرو اورجانيزمز وتعملي كرونيك داكوستايتس. السبب الاساسي اللي موست كومن كوز للكرونيك داكوستايتس الاورجانيزم اللي اسمه نيومونكوكاي. الاسئله دي طبعا كتير في الام سي كيو. يبقى الانفكشن جالي في اللاكريمال ساك منين؟ طيب قالك اسندنج من نيزل كافيتي عن طريق النزول اللاكريمال دكت، او ديسندنج من الكونجنكتيفال ساك جالها من الكونجنكتيفا ما هي متصله بالكونجنكتيفا عن طريق اللاكريمال كانيكولاي، او حاجه بلاد بورن بقى من سيستميك انفكشن عند العيان. اول سبب اللي هو الاوبستراكشن بتاع النزول اللاكريمال دكت ده ممكن يبقى كونجينيتال، عيان هو مولود وهو عنده اوبستراكشن بسبب الامبيرفورت هاسنر فالف اللي احنا قلنا عليه قافل النزول اللاكريمال دكت من تحت، او accumulation of epithelial debris. تاني سبب الاكيوت داكريوسيستيتس النيزل كوزس، سواء في نيزل لاكريمال دكت او لاكريمال ساك تيومر او حاجه في الوول بتاع النيزل لاكريمال دكت بسبب فينس كونجيشن او تيومر في البوني كانال، كل ده هيقفل النيزل لاكريمال دكت، يترتب عليه ستيزس السكريشن في اللاكريمال ساك وبالتالي يحصل كرونيك داكريوسيستيتس. طب في حاجات بره الوول بتاع الكنال؟ يعني هو معتبر الكنال دي حاجه جوه ان ذا كنال، وبعدين في الوول مشكله في الوول وحاجه براها. النزول اللاكريمال دكت من جوه ممكن تتقفل بادهيشن بسبب تروما او انفلاميشن او تيومر، او ممكن الوول بتاعها برضو يجيله تيومر في البوني كنال او فينس كونجيشن، او من بره بقى يضغط عليها هي كنال ماشيه في النوز. هايبرتروفايد انفيو تربنت نيزل بوليب ديفيت النيزل سيبتم نيزو فرينجيال تيومر، كل مشاكل موجودة في النوز، ساينوسايتس راينايتس جرانيلوما، كل الحاجات دي ممكن تضغط على الوول بتاع الكلام من بره وتعمل اوبستراكشن. بيجي العيان بكرونيك ووترنج، عيني بتدمع على طول، ديسشارج على طول، ممكن يبقى فيه سويلنج تحت الانر انجل بتاعة العين، لكن ما فيش جنرال سيمتومز ولا هيدك ولا فيفر وماليز لان ده حاجة كرونيك. اهم تيست لازم نعمله العيان ده ريجرجيتيشن تيست، بنلاقيه بوزيتيف لما بنضغط داونورد وميديالي فوق كده عند الانر انجل بتاعه العين، بنلاقي سكريشن ابيض طالع من البنكتاي. ايه كومبليكيشن ممكن تحصل لي من الداكريوستايتس كرونيك داكريوستايتس؟ اول حاجه لاكريمال ساك مشاكل فيها، ممكن تعمل ابسس فورميشن لاكريمال فيستولا، ممكن يحصل زي ما قلنا تفتح على سكين يتجمع فيها ميوكس وتعمل لاكريمال ميوكوسيل، الميوكس نفسه يقفل الاوبننج بتاعه اللاكريمال ساك في الكاناليكيولاي، فاجي اعمل ريجرجيتيشن تيست الاقيه نيجاتيف. ليه؟ اتجمعت على بعضها السكريشنز وقفلت كمان الاوبننج بتاعه اللاكريمال ساك وعملت حاجه اسمها ميوكوسيل، وده برضو لازم يبقى دريند. ممكن يحصل زي ما قلنا دموع كتير للعيان، ابي فورا خلاص الدرينج سيستم بايظ وكرونيك كونجنكتيفايتس، وممكن يحصل كمان كورنيال ألسر وبكتيريا كراتايتس، ايفن ممكن يوصل الموضوع لاندوفثالمايتس. علشان كده لازم نفحص العيان كويس اللي داخل يعمل انتر اوكيولار سيرجري حتى لو كاتركت او فيتريتنال سيرجري، نتاكد ان ما عندهوش اي انفكشن انفلاميشن في الاكريمال ساك اللي هو داكيوستايتس، لان ده ممكن يدخله في اندوفثالمايتس. التريتمنت اوف ذا كوز النيزل بروبلمز مهمه جدا، سواء النيزل بوليب او الديفيت النيزل سيبتم او الهايبرتروفايد انفيو تيرمينيت، دي كلها علاجه عند بتوع الاي ان تي.
عملية الدي سي ار اللي هنتكلم عليها داكيوسيستوراينوستومي، ان احنا بنعمل درينج دايركتلي من الكونجنكتيفا ننزله على النوز، ونعمل باي باسنج لكل اللاكريمال سيستم البايظ اللي قدامنا، او داكريوسيستيكتومي ده اكتر في حالات التيومرز والكانسر ان احنا نشيل اللاكريمال ساك بكل تفاصيلها. ممكن يبقى فيه كرونيك داكيوسيستايتس في طفل، بيختلف ايه عن كرونيك داكروستايتس بتاع الادلت؟ كرونيك داكروستايتس في طفل بيبقى عادة بعد 4 اسابيع من الولادة، يعني شهر. في حالات منهم بتبقى بايلاترال، وغالبا بيخف على عمر السنة، لكن اكيد داكروستايتس ان بيحصل انطب في كرونيك دارير او ان احنا نشوفه في الاطفال. الاكثر اللي احنا نشوفه في الاطفال الكونجينيتال نيزولاكريمال داكت اوبستراكشن، وده مهم جدا لان تقريبا عدد كبير جدا من الاطفال بيجي لنا بيه بسبب الامبرفورت هاسنال فالف اللي بيبقى موجود في الطفل عند الولاده. الهاسنال فالف مقفول، النيزولاكريمال جلاند فيها، النيزولاكريمال داكت فيها اوبستراكشن. اول حاجه ما بنبداش بالسيرجري ايرلي، في اول 9 شهور من عمر الطفل بنعمل حاجه اسمها مساج، مساجنج الستاك ناحيه النوز، بنضغط بالاندكس فينجر كده ونعلم الام تضغط 10 مرات في اليوم من داونورد وان وميديالي علشان نعمل رابشرنج للاوكلودنج ممبرين والهاسنر فالف الممبرينز اللي قافله النيزولاكريمال داكت دي، على امل ان يحصل سبونتينيوس ريزوليوشن للاوبستراكشن. وبنستمر على الحال ده زي ما قلنا لغايه اول 9 شهور من عمر الطفل. نقول للأم نعلمها ازاي تعمل الكومبريشن او المساجنج للساك ده several times daily، وممكن ندي الطفل توبيكال انتيبيوتيك لو حسينا ان في ميكوبيرلانت كونجنكتيفايتس اون توب من الاوبستراكشن ده. لو الطفل ده جاي لي بعد 9 شهور ولسه في اوبستراكشن، انا شايف الدموع متجمعه في عينيه، ولما بحط فلوريسين بنلاقي فلوريسين ديسابيرنس تايم بيزيد، نعمل بروبنج للنيزولاكريمال داكت، هنسلك النيزولاكريمال داكت ده لو في ميديكال، لو الميديكال تريتمنت فيلز. طيب بعد كده لو الطفل ده ما اتحسنش هنسلكه، يعني هنسلكه يعني هندخل بروبس زي ما احنا هنشوف الصور بتاعتها بعد كده جوه البانكتايت، تعدي في الكاناليكولاي توصل للساك وتفتح النيزولاكريمال داكت في النوز، وطبعا بيبقى اندر جنرال انستيزيا. في اطفال ما بينفعش معاهم بروبنج وبترجع النيزولاكريمال داكت تقفل، فنقوم حاطين لهم سيليكون انتيوبيشن تيوب تحاول تحافظ على النيزولاكريمال داكت دي مفتوحه. بعد كده رابع عمليه ممكن نلجا ليها، ودي في الاخر خالص لو الطفل بقى يعني وصل 3 سنين و4 سنين ولسه عنده ساينز اوف اوبستراكشن، اللي هي ايه الداكريوسيستوراينوستومي. لو البروبنج فيل وصلك الانتيبيشن في كل الحاجات بتاعتنا، كل المحاولات فشلت، دي عمليه كبيره بنحصل فيها تكسير للبون بتاع النوز وبليدنج كتير، فدايما ما بتبقاش هي اول اختياراتنا. يعني بنعمل فيها ايه؟ بنوصل البانكتاي كونجنكتيفا ساك دي الدرينج يبقى منها دايركتلي على النوز، بنعمل باي باس لكل اللاكريمال سيستم علشان خلاص احنا وصلنا واستخدمنا كل طرق العلاج ولسه الطفل عنده ابيفورا. زي ما احنا شايفين في الصوره الاخيره دي، دي سي ار هي دايركت كونكشن زي ما السهم راسم كده بين اللاكريمال ساك والميدل مييتس اوف ذا نوز، ونعمل باي باسنج نكسر العظمه دي ونعمل باي باسنج للنيزولاكريمال داكت اللي مقفوله من تحت. السيليكون انتيوبيشن الصوره اللي احنا شايفينها دي 2 تيوبس زي ما انتم شايفين كده، تيوب واحده قصدي بتتقسم كانها بتبقى 2، واحدة بتخش في الأبر بانكتم واحدة بتخش في اللور بانكتم، لكن هما كونتينوسلي ماشيين مع بعض وبيدخلوا جوه اللاكريمال سيستم وبيبقوا بروجيكتنج في النوز. البروبينج زي ما انتوا شايفين في الصورة التالتة، بروبس حديد كده ميتال بيبقى القطر بتاعها صغير معروف علشان يسلك اللاكريمال سيستم. ووترينج اوف ذا اي، وده الجزء الكلينيكي المهم اللي هو الابيفورا، هو overflow of tears from the eye. الوترينج بتاع الاي ده وصف العيان بيجي يوصفه بيقول انا عيني بتدمع. طيب ايه الاسباب؟ ممكن يبقى حاجه اسمها لاكريميشن يعني تيرز تطلع كتير، او حاجه اسمها ابيفورا يعني overflow of tears بسبب
inadequate drainage of tears، يعني اما البلاعه مقفوله من تحت الدرينج مش كويس، او اوفر في الحنفيه مفتوحه جامد، اوفر فلو بتاع التيز، سكريشن بتاع التيز اكتر من الطبيعي. زي ما انتوا شايفين في الصوره كده بيبقى فعلا دموع ماليه عين الطفل او عين العيان ده، وبتبقى حاجه اريتيتنج جدا. يعني لازم ندور على السبب. ايه اسباب اللاكريميشن اللي يخلي حنفيه مفتوحه وعماله تطلع دموع كتير كتير كتير؟ حاجه اسمها ريفلكس لاكريميشن، بسبب ديزيز موجود في العين، كورنيا الالسر، كورنيا فروم بودي، اي حاجه لو لمست عينك تراب تلاقي نفسك بتدمع كتير. ليه؟ تستيميليشن للترايجيمينال والاوفثالميك ديفيجن اوف ترايجيمينال. ممكن يبقى حاجه سايكيك ايموشنالي، ممكن يبقى فيسيولوجيكال، وانت بتتاوب مع الترجيع، وانت بتعطس، وانت بتكح، الكلام ده كله بيخلي فيه لاكريميشن كتير. ممكن يبقى مشكله في اللاكريمال جلاند، انفلاميشن او تيومر. ممكن ادويه معينه عيان بياخدها بتخلي السكريشن بتاع التيز اكتر من الطبيعي، باراسمباسومايميتكس تعمل كده، والسمباسومايميتكس اللي بتعمل استيميليشن للاكسسوري لاكريمال جلاندز بتعمل كده. طيب اللي يهمنا بقى اكتر اللي هي الكوز بتاعت الابيفورا، اللي هي ليه حصل اوبستراكشن للدرينج من اول بوستيرور ليد مارجن، في مشكله بليفرايتس، كولوبوما، ليد جرانيلوما، اي مشكله في الشارب بوستيرور بوردة اللي اتكلمنا عليه اللي بيعمل درينج للتيرز بخاصيه الكابيلاريتي، لو حصلت فيه مشكله على طول هتلاقي فيه العيان عنده ابيفورا. فيلير اوف لاكريمال بامب اللي احنا قلنا الكونتراكشن بتاع الاوربيكولاريز كولاي، تضغط على اللاكريمال كاناليكيولاي، تزق التيرز في الساك، تريلاكس، تقوم الساكس نزل التير في النيزولاكريمال داكت. لو اللاكريمال بامب دي مش شغاله، اوربيكولاريز كولاي مش شغاله، لان هي عضله بيغذيها نيرف، ممكن يحصل لها اي مشكله بسبب اكتروبيوم، بسبب اوربيكولاريز باراليسيس. الهورنر ماسل ده جزء الاوربيكولاريز كولاي اللي موجود في الايليد، كل ده لو حصل له مشكله هنلاقي العيان عنده ابيفورا. اوبستراكشن في اللاكريمال باسجز، اول حاجه من اول بانكتاي، كاناليكيولاي، نيزولاكريمال داكت، الحاجات دي كلها زي ما قلنا قطر بتاعها صغير جدا، اي مشكله لو لاش وقف في البنكتم هو كده قفلها. رابع حاجة واخر حاجة النيزل كوزس، النيزل كوزس زي مين؟ يبقى في مشكلة في النوز نفسها قافلة النيزولاكريمال داكت من تحت، زي ما قلناهم قبل كده هايبرتروفايد انفيريور تيرمينال ديفيتد نيزل سيبتم، النيزل بوليب والنيزو فارينجيال تيومرز. طب العيان اللي جاي لي بابيفورا لازم نعمل اكسكلوجن لاسباب اللاكريميشن والسكريشن الزيادة، لازم نطمن العيان ده ما عندوش كونجنكتيفايتس، ما عندوش كورنيال ألسر، نعمل انسبكشن للليد مارجن، نعمل انسبكشن بانكتاي علشان نشوف الاوبستراكشن، نعمل الانفستيجيشن بتاعت الابيفورا اللي هتطمنا على باقي الدرينج سيستم اللي هما ايه، ريجرجيتيشن تيست، فلوريسين ديسابيرنس تيست، فور فلوريسين ابيرنس تيست، السيرنجينج والدياجنوستيك بروبينج، الحاجات دي كلها هنتكلم عليها. لازم عشان النيزل كوزس نعمل اي ان تي كونسلتيشن، نقول للدكتور الاي ان تي بص لنا هل في بوليب، هل في هايبرتروفايد انفيريور تيرمينال، هل في نيزل تيومرز، وفي كمان راديولوجيكال اكزامينيشن. ايه الريجرجيتيشن تيست اللي انا قلت عليه ده؟ ده حاجه دياجنوستيك جدا للكرونيك داكريوسيستايتس، ان انا اضغط على الابر ميديال انجل بتاعت العين الاقي العيان بيحصل له ريجرجيتيشن لبلاد او كلير فلويد او ليبرلاند ديسشارج من البنكتاي. هنا بيضغط اما بالاندكس فينجر لو انت لابس جوانتي، او بالسبونج اللي هو في الصوره ده. امال ايه الفلوريسين ديسابيرنس والفلوريسين داي ديسابيرنس او ابيرنس تيست؟ ان انا احط قطره فلوريسين زي اللي انتوا عارفينها في الكورنيا الالسر في العين، واشوفها بعد 5 دقايق، لو ما لقيتش اي جرين كالر يبقى القطره دي كلها حصل لها درينج بالنسبه لكريمال داكت بتاعت العيان بيتنت. طب لو لقيت بعد 5 دقايق لا في فلوريسين داي موجوده في العين في كونجنكتيفا لسه، او فلوريسين جبت برضو ممكن فلوريسين داي ابيرنس تيست، اللي هو ان احنا نجيب سبونج زي اللي احنا قلنا عليها الكوتون تيب دي ونحطها جوه النوز بتاعت العيان عشان نتاكد. لما احنا ما لقيناش فلوريسين في العين، لقيت دريند في النوز، لا خلاص العيان ده عنده بيتنت نيزولاكريمال داكت والدرينج سيستم بتاعته كله سليم 100%. طب ايه هو السيرنجينج بتاع اللاكريمال باسجز؟ عن طريق اللاكريمال ايه، كانيولا والصلاين. ان انا بعمل دايلاتيشن للبنكتاي الضيقه دي بحاجه اسمها لاكريمال دايليتور، وبعد كده بخش على اللاكريمال كانيولا بلانت انت،
وبتبقى ماسكه فيه السيرنج، والسيرنج دي كونتين صلاين. وبعدين اول حاجه الصلاين ده بحقنه، المفروض ان هو في الشخص الطبيعي اللي ما عندوش اوبستراكشن هنلاقي الصلاين بيخش على لاكريمال ساك نيزو لاكريمال ضغط على النوز وبينزل فيه النيزو فارينكس، ونلاقي العيان بيقول لك انا حاسس بطعم حاجه مالحه في زوري، ده معناه ان مفيش اي نيزو لاكريمال ضغط اوبستراكشن. طب لو انا بحقن الصلاين وراح من اللور بانكتم ولقيته راجع لي من الابر بانكتم، لا ده معناه ان في كومن كاناليكولار اوبستراكشن، العيان ما حسش باي طعم مالح في زوره، يبقى كده ايه؟ يبقى كده الصلاين ما وصلش النيزو فارينكس وكمان رجع لي من البانكتم التاني. طيب لو البانكتم بحقن فيه اللور بانكتم وجا من الابر بانكتم، يبقى ده كومن كاناليكولار اوبستراكشن او ممكن كومبليت نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. طب لو الصلاين only passes under the pressure، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان العادي ان الصلاين لما بحقنه المفروض العيان بيحسه في زوره. طيب لو هو الصلاين ده لقيته راجع under pressure، يعني لازم احقن جامد علشان الصلاين ده بعد ما حقنت جامد بيه السرنجة لقيت العيان بيقول اه في طعم حاجة مالحة في زوري، ما حسهوش من الاول، يبقى ده في partial nasolacrimal duct obstruction، انا اتغلبت عليه بالبريجر بتاع السرنج. زي ما احنا شايفين هنا هو دخل السرنج في اللور بانكتم، لقينا اللاكريمال ساك كلها اتملت بالفلو ده، هو نزل من النوز، يبقى ده مفهوش obstruction. طب لو في obstruction في اللور كاناليكولاس هنلاقي الصلاين رجالي من نفس البانكتم اللي انا حقنا منها. طب لو رجع لي من البنكتم التانية، لا يبقى ده كومن زي الصورة التالتة، يبقى ده كومن كاناليكولار اوبستراكشن. طب لو ممكن احتمال تاني اه ان يبقى في كومبليت نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن، صلاين ملا الساك وراح راجع من البنكتم العكسي. امال ايه هو الدايجنوستيك بروبينج؟ الدايجنوستيك بروبينج يعني ان انا بدخل بروبس اللي هي بقول لك ميتالز جوه البنكتاي، تعدي جوه الكاناليكولاي وبعدين تخش على الساك لغايه ما توصل للنوز. لو البروب ما قدرش يوصل للنوز يبقى كده فيه اوبستراكشن. زي ما انتم شايفين بنحاول نمشي مع الدايركشنز بتاعه اللاكريمال باسج، فيرتيكال وبعدين هوريزونتال وبعدين نرجع فيرتيكال عشان نوصل للنوز. مهم جدا ان احنا نكلم دكتور اي ان تي اطمن ان مفيش اي نزل باثولوجي، نعمل بلين اكس راي، دي بتاكسكلود البون ابنورماليتيز، ما هو الاكس راي مش هتبين لي غير البون. لو لقينا حاجه اسمها ريت الابيرنس يعني زي ستيكشر او ناروينج في النزلاكريمال داكت، وغالبا بيبقى على ناحيه واحده فبيبان لك الفرق بين الناحيتين، او ان احنا نلاقي فيلينج ديفكت وده بيبقى دايجنوستيك لتيومر في الوول. علاج الابيفورا هو علاج الكوس. لو اتكلمنا على العمليات اللي بتحصل في لاكريمال باسجز، عمليه كبيره وزي ما قلت لكم اللي بتكسر العظم دي اسمها داكريوسيستوراينوستومي، ان انا بوصل اللاكريمال ساك دايركتلي على النوز وبعمل باي باس باي باسنج للنيزو لاكريمال داكت، ودي بتبقى الجأ ليها في حالات الكرونيك داكريوسيستايتس والميوكوسيل اللي انا متاكد ان اللاكريمال او النيزو لاكريمال داكت فيها مشكله. ممنوع ان انا اعمل دي سي ار في حالات الماليجنانسي عشان انا اكسر عظمه وادخل بعمليه كبيره في حاله ماليجنانسي، انا كده بعمل له ديسيمينيشن وميتاستاسيس بايدي، او اتروفيك راينايتس ان النوز دي اصلا بايظه ما ينفعش تعمل درينج لاي تيرز، فمش منطقي ان انا ادخل التيرز دايركتلي من لاكريمال ساك على النوز. تاني عمليه كبيره بتتعمل في اللاكريمال بس جس ان انا اشيل اللاكريمال ساك، وده بلجأ ليه عادة في حالات التيومر او لونج ستاندنج كرونيك داكريوستايتس وعيان اولد ايج وان هيلثي ميوكوزا. ثانك يو.